saving. So please save the people in Iraq. Save the Iraqi people. أنقذوا حياة العراقيين حملة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع تزايد عدد القتلى في صفوف المحتجين. الحملة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية لعل صداها يبلغ مسامع العالم بعد اتهامات للسلطة المحلية بالفشل في حماية المحتجين. حتى اللحظة ما زال قاتلو المتظاهرين وخاطفيهم في خانة المجهولين. وفق السلطات طرف ثالث يرتكب الانتهاكات بحق المتظاهرين رغم التعزيزات الأمنية المكثفة في ساحات الاحتجاج، لكن المعطيات الميدانية للناشطين تفيد بأن ميليشيات وعناصر موالية لإيران هي الجهة المتورطة في دماء المتظاهرين. اتهامات وثقها الناشطون بالصوت والصورة، ومع استدعاء لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي قيادات عسكرية للتحقيق، طالبت العفو الدولي السلطات بتحقيق عاجل، مشيرة إلى تورط قوات الأمن فيما وصفته مجزرة المتظاهرين، وطالبت بإحالة الجناة إلى العدالة. أمر يراه عدد غير قليل من العراقيين صعب المنال، وخصوصا على ضوء التدخل الإيراني الذي وفق معلومات يحاول إنهاء الاحتجاجات في العراق ومنع اتساع نطاقها، وخصوصا مع تنامي الشعور المناهض لطهران في غالبية المناطق العراقية، شعور ترجم بحرق القنصلية الإيرانية في كربلاء والنجف. شيران فطيري، الحدث.